متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية، النشرة الأسبوعية كما عودناكم دائما نتحدث بها عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، هذا الأسبوع الذي يشكل الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وطبعا هو الأسبوع الثاني من يعني هو جاي بالنص، ولكن هو الأسبوع الذي يكون من حوالي تقريبا حتى 15 من رمضان، بداية 15 رمضان حتى أو 16 رمضان حتى تقريبا حوالي 21-22 رمضان. هذا الأسبوع أسبوع مختلف تماما عما عشناه خلال الأسابيع الماضية، هو نقطة تغيير، هي نقطة مفصلية في الأحوال الجوية في المملكة. سيكون هذا الأسبوع بداية ربما مائل البردة، ولكن هذا الأسبوع نهايته نهاية صيفية بامتياز، والطقس سيتحول ودرجات الحرارة سترتفع، وحتى أن البرودة ستفقد تماما خلال بقية هذا الأسبوع. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بالمقارنة ما كانت عليه يوم السبت. الطقس يكون مستقرا في كافة مناطق المملكة، تظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة غير المؤثرة، وتتراوح درجات الحرارة تقريبا في العاصمة ما بين 21-22 نهارا، تنخفض إلى 12 درجة مئوية، كذلك الحال في إربد، 19-12 في جبال الشراء، 25-14 في معان، 29-30 درجة مئوية العظمى في العقبة، والصغرى 21، أما في المناطق الشرقية فتكون من 26-14، وكما تلاحظون أجواء مستقرة بوجه عام. تتأثر المملكة اعتبارا من يوم الاثنين بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، الذي سيعمل على اندفاع بشكل تدريجي كتلة هوائية ساخنة دافئة تصبح حتى لاحقا حارة بوجه عام، وتعمل على استقرار الأجواء بوجه عام وعلى حدوث ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. نبدأها من يوم الاثنين، 25 درجة حرارة في العاصمة عمان والصغرى 14، 24-12 في إربد، 23-16 في جبال الشراء، 28-16 في معان، 32 درجة مئوية في العقبة نهارا 23 ليلا، و 29-16 في الرويشد، وأجواء مشمسة مستقرة ربيعية دافئة في أغلب المناطق، مائل الحرارة في مناطق الغوار والبحر الميت وخليج العقبة وبعض مناطق البادية الشرقية. يستمر اندفاع هذا الهواء الساخن باتجاه المملكة يوم الثلاثاء، يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، تصبح درجة الحرارة في العاصمة عمان 28 درجة مئوية نهارا تقريبا 17 ليلا، 27-15 في إربد، في جبال الشراء تكون 26-18، في معان تصل إلى 31 درجة مئوية نهارا 18 ليلا، 35 درجة مئوية في العقبة الصغرى 25. لكن يتميز الطقس يوم الثلاثاء في العقبة بهبوب رياح شمالية نشطة السرعة وتثير الغبار، وتكون في الرويشد من 32-17. الطقس يوم الثلاثاء الحقيقة متوقع أن يكون ربيعي دافئ إلى حار نسبي، وحار بشكل واضح في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة ومناطق البادية بوجه عام. يستمر اندفاع المزيد من الهواء الساخن، وتندفع كتلة هوائية شبه حارة حتى باتجاه المملكة يوم الثلاثاء، لتتجاوز درجة الحرارة في العاصمة عمان 30 درجة مئوية، تصبح تقريبا 31-32 درجة مئوية في العاصمة عمان، 29-16 في إربد، 28-19 في جبال الشراء، 33-20 في إمعان، 39 درجة مئوية في العقبة، خلاص يعني الأجواء حارة إلى شدة الحرارة هناك، 27 الصغرى، وتكون حوالي 35-20 في منطقة الرويشد. الطقس حارا نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحار إلى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، ومن المتوقع وينصح في هذه الأيام ثلاثاء أربعاء وسنتحدث عن الخميس والجمعة أن نكثر من شرب السوائل الباردة والمرطبات في أوقات السحور حتى نتجنب ونتجنب الحرارة العالية في ساعة النهار، حتى نحمي أنفسنا من هذا الارتفاع الكبير على درجات الحرارة. يوم الخميس تسيطر هذه الكتلة الهوائية الحارة على معظم مناطق المملكة، تكون درجات الحرارة متشابهة مع تقريبا مع يوم الأربعاء، تقريبا 32-19 في العاصمة عمان، طقس يعني صيفي تقريبا نقدر نحكي، ما بنقدر نحكي فقط ربيعي، طقس صيفي بشكل عام، في الشمال 31-17، في جبال الشراء 29-21، في معان 32-22، تقريبا قريب ال 40 درجة مئوية في العقبة و 28 في ساعات الليل و 35-20 في منطقة الرويشد، والطقس مستقر تماما، حارا نسبيا، حار إلى شديد الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وبعض مناطق البادية. بالنسبة ليوم الجمعة توالي درجات حرارة ارتفاعها،
تقريبا تصل ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، الطقس يصبح حار في أغلب مناطق المملكة. يصبح هنا الجمعة القادمة من المفترض بحسب آخر مؤشرات أن تكون الأجواء بها حارة في كافة ومعظم مناطق المملكة، وشديدة الحرارة حقيقة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بالإضافة إلى مناطق البادية، ويستمر الطقس غالبا مشمس مع ظهور بعض السحب والغيوم بمشيئة الله تعالى. إذن هذه هي توقعات الأحوال الجوية بالنسبة لهذا الأسبوع. الطقس سيكون مغاير لما كان عليه خلال الأسابيع الماضية، ستفتقد البرودة، سترتفع درجات الحرارة، لن يكون هناك حاجة للملابس الثقيلة، لن يكون هناك حاجة لوسائل التدفئة في بعض المنازل في بعض المرتفعات الجبلية. على العكس سنحتاج إلى التبريد في بعض الأوقات، درجات حرارة مرتفعة. عليكم طبعا بالنصيحة بالإكثار من السوائل والمرطبات خلال ساعات الليل أو ساعات ما قبل السحور. طبعا السؤال الذي يعني يطرح بشكل مستمر، هل سيكون المزيد هناك من الحالات بعد ذلك؟ الله أعلم، ولكن يعني المؤشرات ما زالت تشير أن ربما ما زالت الفرصة متاحة لأن نرى أمطارا في بقية شهر رمضان وشهر 5، لكن خلال على الأقل خلال هذا الأسبوع لا أمطار، طقس مستقر، حرارة مرتفعة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. دائما لا تنسوا تحميل تطبيقنا، تطبيق طقس العرب، ليصلكم كل ما هو جديد، أو زيارة موقعنا الإلكتروني، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.